بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والسيد الآخرين وسيد الناس أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على الرحمة المهدى والنعمة المزدى والسراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على فضل القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. نسألك اللهم عيش السعداء وموت الشهداء وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من عضال الداء وخيبة الرجاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجتمع أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر طيب وهو جمادة الأولى، ونجتمع في يوم طيب وهو يوم الجمعة. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فيه ساعة لا يوافق عبد مؤمن إلا استجاب الله له. أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نجتمع في بيت الله عز وجل على طاعة الله عز وجل، نحاول بحوله وقوته سبحانه وتعالى أن ننصح بعضنا بعضا إلى الحق، وأن ندل بعضنا بعضا إلى الحق، لعل الله عز وجل أن يجعلني وأن يجعلكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أحباب رسول الله، مازلنا مع نماذج من الرجال. وما أدرك ما نماذج من الرجال؟ أحباب رسول الله، لما نتكلم عن الرجال نحن نتكلم لا نتكلم عن أي رجال، ولكن نتكلم عن أشرف الرجال وعن خير الرجال وعن أصفى الرجال، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بالرجولة، فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما نقول الرجولة، الرجولة كلمة عظيمة، ولهذا سيدنا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل، نبي يعلم الصحابة معنى الرجولة الحقيقية، فمر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ الرجل الذي مر كان غنيا، فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، هذا حري به إذا نكح أن ينكح، إذا خطب أن ينكح، وإذا قال أن يسمع، وإذا شفع أن يشفع. بمعنى هذا، وين يحي دقدق يطيوله ما كش اللي يردو، وإذا شفع أن يشفع، بمعنى إذا شفع في واحد وقال له: هذا لينا، ولا هذا تعنا، ولا قضي له صوالح، ولا ما كانش اللي يردو. قال: وإذا قال أن يسمع، قالوا: كي يهدر هو يسكتوا الناس قاعدين ويستمعوه. ها، ولهذا الشافعي كان يقول: إذا نطق الغني قالوا: أحسنت يا هذا وقلت صوابا، وإذا نطق الفقير قالوا: أسأت يا هذا وكنت كذابا. ها، تعال الفار يثقب المهرز ولا ما يثقبش المهرز؟ يثقب ولا ما يثقبش؟ ها، يثقب ولا ما يثقبش؟ أنا في وقت يثقب بالفار، يثقب بالمهرز، يثقب بالمهرز، يثقب بالبوطو، يثقب بالماء، يثقب أنا صح ولا لا؟ لا. ولهذا قالوا: إذا نطق إذا تكلم الغني قالوا: أحسنت يا هذا وكنت وقلت صوابا، وإذا تكلم الفقير قالوا: أخطأت يا هذا وكنت كذابا. ولهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوفوا الصحابة قالوا: إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال أن يسمع. بمعنى في الأوصاف الثلاثة. سكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب. فمر رجل فقير،
فقال: وما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا إذا خطب ألا ينكح، حري به ألا ينكح. قالوا: هذا كي يخطب وين يروح ما يعطيهولوش. ولهذا سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه، سيدنا جليبيب كان رجلا أسودا قصيرا ذميم الخلقة، ذميم الخلقة رضي الله تعالى عنه. سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله لقد أبى أصحابك علي أن يزوجوني. قال له: يا رسول الله اللي روح نخطب، اللي روح باش نخطب نخطب له بنته. يقول: يا ودي ما عندناش لبنة تاع الزواج، خلاصونا يا ودي، والله غير ما كاين، نصيب 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 ما كاينش. ها كيما هكا يا نصيب ما كاينش يا ودي، والله غير التالي عطيناها البارح، لو كان جيت غير البارح حتى نعطيوها لك. ها شوفوا أحباب رسول الله، النبي قال له: اذهب إلى دار فلان وقل لهم رسول الله يخطب ابنتكم، روح ليه وقل له النبي عليه الصلاة والسلام يخطب لكم في بنتكم. سيدنا جليبيب انطلق من ساعته، بمعنى في دقيقة نطق العجري، دق دق خرج الرجل فقال له: رسول الله يخطب ابنتكم. قال له: على الرحب والسعة أن يكون سهرا لرسول الله. قال له: الناس بالنبي شرف. قال له: ليس لرسول الله بل لي. قال الرجل: أولم يجد رسول الله غيرك ليسيله خاطبا لابنتي؟ قال له: ما لقاش غيرك، ما لقاش كاع في الصحابة، كاع ما لقاش واحد غيرك تيبع له يخطب في بنتي. قال له: هل كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو سعد أو طلحة والزبير؟ هذو كاع خلاهم وبعث لي تايا. قال له: ليس عندنا بنات للزواج، ما عندناش بنات لتاع الزواج. سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه من الناس، من الخمسة، خمسة النبي نام في قبرهم، من خمسة النبي قد في القبر تاعهم، هو سيدنا جليبيب من الخمسة رضي الله تعالى عنه. الشهيد سيدنا جليبيب رجع مكسور القلب والخاطر، وهو جاي البنت هذه اللي النبي بعث باش يخطبها، سمعت هذا الكلام وسمعت الحوار اللي بين سيدنا جليبيب رضي الله تعالى عنه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له: يا أبتاه أدركي الرجل قبل أن يصل إلى رسول الله. قالت له: جري والحق الراجل قبل ما يلحق للنبي عليه الصلاة والسلام. أما سمعت قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. قلت له: جري. قلت له: قبل أن ينزل أن يصل إلى رسول الله فينزل فيك قرآنا يتهمك بالنفاق، اجري. ولهذا شوف لما تكون المرأة الصالحة والزوجة الصالحة، بمعنى قبلت، قالت له: ما عندكش الخيار في امر الله او امر رسوله، ماكش مخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيره من امرهم. سيدنا جليبيب مات في غزوه خيبر رضي الله تعالى عنه، والنبي كان ينزع عن وجهه التراب، ثم اشاح النبي بوجهه، فقال صحابه: لما اشحت بوجهك يا رسول الله؟ قال: رايت اثنان من حور العين ينزعان عن وجهه التراب رضي الله تعالى عنه. لهذا نعيم ما بعده نعيم. الشاهد احباب رسول الله، مر رجل قالوا: يا رسول، قالوا: من النبي ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا اذا خطب لا ينكح، واذا شفع لا يشفع. كيقول كلمه يقول له خليه، يقول له: تشكو مش نخليها اذا ما نخليهش. بمعنى هدرته مسوسه، بمعنى ما يسواش، هدرته ما تجيبش قاعدتينا. قال: وإذا قال لي يسمع، وكي يهدر ما كاش اللي يسمعوا قاعدتينا، كي يبدا يهدر هما الناس قاع يتفرقوا يروحوا، يقولوا: هذا واش هو يطبل هذا، خلينا منه هذا، هذا وين تولي يعرف هذا. شوف النبي واش قال لهم، يعلمهم الرجولة الحقيقية. قال لهم: والله لهذا الفقير، هذاك الثاني، لهذا خير من ملء الأرض من هذا. بمعنى ميزان التفاضل عند الله ماشي في المال. الشافعي كان يقول: رأيت الناس قد مالوا لمن عنده المال، ومن ليس عنده المال الناس عنه قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده الذهب، ومن ليس عنده الذهب الناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس قد انفضوا لمن عنده الفضة، ومن ليس عنده الفضة الناس عنه منفضة. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها صديقي من عدوي. صديق العدو انت تعرفه في الشدة، في المحنة، في الضيق،
في المرض، تعرف صديق حبيب من عدو، قال جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي، إن قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني، كم من عدو لأجل المال صاحبني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. المرء في وقت الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة. الواحد كيكون عنده يولي والناس متضاوين به، كما شجرة عرمان، شجرة تفاح، شجرة كرموس، كتولي كاع الناس يخزوا فيها هكذا ويديروا لها هكذايا، كي تخلص وطيح الوراق وتولي غير مطارق واقفين بدون ما يديرولهاش. الناس في وقت الإقبال كالشجرة، والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى إذا ذهب عنها حملها خلفوها تقاسي الحر والغبرة. يذل غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. فلا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. بمعنى الصاحب كاين اللي عنده 20 صاحب، بصح في الشده ما يلقى الصاحب. يقولوا كثير الاصحاب يقعد بلا صاحب، ها؟ ولهذا الصاحب اللي تلقاه في المحنه وفي الشده وفي الضيق، ها، هو الصاحب الحقيقي. ولهذا احباب رسول الله عليه الصلاه والسلام قالوا والله لهذا خير من ملء الارض من هذا. علاه؟ لان ميزان التفاضل عند الله عز وجل تقوى الله عز وجل، بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ولهذا أحباب رسول الله جيل الصحابة ربي عز وجل ذكرهم بالرجولة، من المؤمنين رجال صدقوا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ها؟ ولهذا الإمام الذهبي في سير أعلام في الاعتدال والميزان، في كتابه الاعتدال والميزان، يقول لا يتكلم على الرجال إلا الرجال. ناس لما مات السنوار ولما مات اسماعيل هنيه، الناس بدا يقولوا مصطلح، وواحد يقول هكذا ومنيا، هو ماشي راجل في داره. ها؟ ولهذا يقول الامام الذهبي قال لا يتكلم عن الرجال الا الرجال، ولا يتكلم عن الرجال الا رجلون، تام الايمان تام العلم. لازم يكونوا فيك باش تكلم على الرجال، لازم يكونوا فيك زوج حاجات، لازم تكون تام الايمان وتام العلم. ها؟ ايمان مع علم باش تكلم في الرجال. ها؟ ولهذا احباب رسول الله عليه الصلاه والسلام جيل الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يعلمون معنى الرجوله، معنى ان تعيش رجلا. ها؟ لا ان تعيش ذكرا، لا ان تعيش ذكرا. كاين فرق انك تعيش ذكر وتعيش رجل، تعيش رجل. ولهذا احباب رسول الله عليه الصلاه والسلام توقفنا في قصه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. كنقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، قلنا ذكرنا محاسنه الاسبوع الماضي، قلنا يكفيه انه اخو رسول الله، انه اخو رسول الله عليه الصلاه والسلام بالمؤاخاه في المدينه، بالمؤاخاه هو صهر النبي، هو احد العشره المبشرين بالجنه. قال سيدنا انس بن مالك وابن عباس انه اول من اسلم، حتى انه قيل انه اسلم قبل ابي بكر وعمر والسيده خديجه رضي الله تعالى عنها. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نبئ رسول الله يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء، بمعنى غدوة من ذاك أنا دخلت في الإسلام. رضي الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله الكرام، زوج فاطمة الزهراء، أبو الحسن والحسين، سيدنا كان يكنى بأبي الحسن رضي الله تعالى عنه نسبة لولده، سماه النبي أبا ترابة، سماه النبي أبو ترابة. سيدنا أبو ترابة هذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اختصم علي رضي الله تعالى عنه مع فاطمة الزهراء مرة، اختصموا، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن علي، فقالت فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه أين كان هنا وخرج، ما بديش تشتكي له. احنا محتاجين هذه، محتاجين هذه في الزوجة تاع دركايا. ها؟ بمعنى ما تبداش ترقي تشعل في النار. محتاجين الحاجة، المشاكل الأسرية، المشكلة اللي توقع بين الزوج والزوجة تقعد بين الزوج والزوجة، المشاكل اللي توقع داخل الشمبرة، داخل هذوك 400 كاري يقعدوا داخل 400 كاري. ها؟ المرأة ما تخرجش السر تاع راجلها، وراجل ما يخرجش السر تاع مرته، ماشي دوكا داروا لنا التليفون غير تعمل هكذا الو، ها؟ غير بيفي الو، بيفي تعيط لما ليها الو، بيفي اجريو، المرأة
وراني تلقى البابات بيفي غير تعيط له بنته يقلع يجري ويعيط لخاوته ويعيط لولاده ويعيط كذا والدنيا وديروا لا باكا. ماشي هذا الاسلام، ماشي هذا الدين. ولهذا فاطمه اختصمت مع علي رضي الله تعالى عنه. النبي حوس على علي ما قالتلوش يا ودي وعامل وصانع وتارك. سيده فاطمه كعافين لما تزوج بها النبي عليه الصلاه والسلام واش كان عندها في الدار؟ بنت رسول الله، سيدة نساء العالمين. تقول دخل علي علي وليس عنده إلا جلد شاة ووسادة، جلد شاة بمعنى هيدورة ومخدة. هذا واش عنده في داره؟ واش كاين دار في الدار قاعدين عنده هيدورة ومخدة رضي الله تعالى عنه. تقول دخل علي علي ولم يكن عندي إزار كوفيرتا حاجة نتغطى بها. ما عندهمش، ما عندهمش. حنا دوك تقبل هذه تقبل، حنا دوك ساكنة في أفطر وعندها الشديرة والشربة والماء سخون وعندها شومبرة تاع سيبوت وعندها خزانة تاع سيبوت معمرة كاع حوايج قاعدين وتاكل دجاج محمر و و و و وتقول هذه ماشي معيشة، هذه ما عايشتها. ودير الخلع والطلاق، عندنا 4 ملايين مطلقة، 185 ألف حالة خلع. سيدة فاطمة عندها جلد شاة هيدورة ومخدة وهي بنت رسول الله، وكانت عندها الراحة، كانت عندها الحيوة. راحت للنبي، راحت للنبي بنت رسول الله، راحت للنبي قالت له يا رسول الله هل بحثت عن لي عن خادمة؟ فإن الراحة قد أعيتني. راحة كترحي ترحي ترحي دوك يرحي دوكا 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 ما يغسلوش الحوايج باليدين، ما يغسلوش دوك لو كان ماشينا لافي ما 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 ما, ما, ما تغسلش حوايجها. قالت له يا رسول الله قالت له ابحث لي عن خادمة فإن الراحة قد أعيتني. سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تشرب الماء من القربة رضي الله تعالى عنها. هذه فاطمة بنت رسول الله، ما جاش كي جا النبي عجة ما قبداش تشكي له وتقول له شو الميزيرية اللي بنتك فيها وكتب أنا معيشني في ميزيرية وهذه مش معيشة وأنا دبر راسه ومنا. وسيدنا علي كان لم تكن له إلا حجرة واحدة، كانت عنده حجرة بمعنى بيت وحدة، بيت وحدة ماشي بيت كوزينة، ماشي استوديو، ماشي أفدو أفطروة. يودي عنده حجرة وحدة، حتى سيدنا رسول الله كانت عنده حجرة وحدة. حتى ربي في القرآن قال إن الذين ينادونك من وراء حجرات، ماشي من وراء المنازل. ما كانش عنده ديار النبي، ما كانش كل واحدة عندها دارها وكذا. ربي ذكر باللي رسولكم نبيكم سيد الأولين والآخرين يو كانت عنده غير حجرة واحدة، شنيبرة برك، عنده شمرة واحدة برك. قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كانت عندها شمرة. النبي يقول لها وراها علي. قالت له يا رسول الله كان هنا وخرج رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله الكرام. شوفوا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي يخرج يحوس على علي يلقاه قدام المسجد راقد في التراب راقد. شوف ما دار مشاكل، ما راح قال باباها، ما قبل ما بدا يحكي ما والو، اعتزل. مرات الإنسان مشكلة لازم تتبعد ولا يتبعد. مرات تسكت وهي تسكت. سيدنا أبو الدرداء قال للزوجة نتاعو، قالها يا زوجة الدرداء، قالها إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت أرضيك وإلا فلن نتصاحب. قال لك تشوفيني مقلق ساعفيني، كي يشوفك مقلق نسعفك وهذه هي الدنيا. صح لازم نسعفوا بعضنا بعض، من عندي ومن عندك تنطبع، غير من عندي تنقطع. إذا شفت زوج متساعفين واش معناتها؟ واحد ودي الدرك، مرات المرأة دير الدرك ومرات الرجل يدير الدرك والحياة تمشي. هذه الحياة أحباب رسول الله. ولهذا سيدنا علي لما النبي راح ليه قال له قم، لقاه راقد في التراب. النبي قال له قم أبا ترابه، قم أبا ترابه. ما قالوش راك تشوف بنتك، كرهت لي معيشتي، وراك تشوف وين راني راقد، وراك تشوف واش وليت كيفاه، ماشي هكذا. ما تكلمش كاع. فاطمة ما قالت، ما هدرت، وسيدنا علي ما قال له، ما قال، قال له قمت أبا ترابة تعال معي، أي معايا رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الكرام. وباش عيط له قيل أن جاء هذه الواقعة وقعت بعد العشاء، بعد العشاء جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله تعال عندي تأكل طعاما. قال له واحد عندي تتعشى عندي.
النبي كان يجيب الدعوة، حتى النبي قال والله لو دعيت إلى كرعشات لأجب. كرعشات بمعنى ذاك الفرغوش تاع رجلين تاع البقري مغليين الروح. ولهذا النبي راح بعد العشاء، تصور واحد بعد العشاء النبي في بيته، يروح واحد يدقدق له يقول له يا رسول الله تعالى تأكل عندي، يروح. وش وجد النبي؟ وش وجد؟ وجد حفنة شعير، حفنة شعير برك. ما قالوش يا ودي هذا اللي عيطنا عليها وشقيتنا ومنها، هو حوس على علي باش يديه معاه. عجيب. ما قالوش يا ودي على هذه عيط لي وشقيتني من الدار وخرجتني وفي الليل وصاف لي اليوم والعشاء ومنها يا على حفنة شعير. النبي كلا حفنة شعير. لما النبي كلا رفع يديه وقال اللهم أطعم من أطعمنا واسقي من سقانا، أكل طعامكم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وذكركم الله في من عنده، ومسح النبي على صدر الرجل، فخرج الرجل يجري في المدينة وهو يقول لقد دعا لي رسول الله، لقد طعم عندي رسول الله، لقد كان ضيفي عندي رسول الله. شو ذاك الجيل هذاك؟ حب المهم رسول الله يدخل داره، وعاب باللي رسول الله إلا دخلوا لداره على حفنة عشعير أو دهام شيخة أو فاز أو دهام مشيخة. شوف النبي رفع له رفع يديه ودعا له عليه الصلاة والسلام وفاز ببركة بفضل دعاء رسول الله. ولهذا الدنيا هذه فرص، تغتنم الفرص، لازم نتايا تغتنم الفرص. حنا يغتنموا فرصة كيديروا بروموسيو تاع القهوة، بروموسيو تاع الطناجر، بروموسيو تاع الطباسة، نغتنموا فرصة يقول لهم دير بروموسيو، بروموسيو تاع الطونوبيلات، بروموسيو تاع أي حاجة، تلقاه يغتنم الفرصة يقول له هاك اللي تبع، كاين اللي تبع سبيسيال قاعد غير البروموسيو، هكذا يحب البروموسيو يموت على البروموسيو، هكذا يا كاين واحد البروموسيو كيف في الإسلام في الجنة باش تدخل الجنة، تغتنموا الفرصة. شوفوا النبي وهو جالس مع الصحابة قال لهم لقد أعطاني ربي 70,000 من أمتي يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عتاب، بمعنى ربي ما يحاسبهم ما يعاتبهم، بمعنى من أرض المحشر إلى الجنة مباشرة. عجيب. شوف إنه صحابي واسمه سيدنا عكاشة بن محصن قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال له اللهم اجعل عكاشة منهم، زاد نظر واحد آخر خلاص واحد بوموسيو الاولى، قالوا لقد سبقك بها عكاشه. انت وين كنت؟ احنا محتاجين نتنافسوا في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، والسابقون السابقون اولئك المقربون. ديما السابق هو المقرب عند الله عز وجل. نتنافسوا في الخير، نتنافسوا في الخير، بمعنى عندنا ابواب تاع الخير كبيره بزاف كبيره، ومن جملتها خوتنا في غزة وفي أرض العزة وفي أرض الأبطال وفي أرض الشرفاء. ولهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا الرجل بمعنى حفنة شعير. النبي على هذه القصة عيط سيدنا علي، حوس على سيدنا علي باش يديه معاه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. شوفوا أحباب رسول الله، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، هذا الرجل اللي العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه كما روى الإمام الترمذي والحاكم، قال إذا كنت أنا مدينة العلم فعلي بابها، إذا كنت أنا مدينة العلم فعلي بابها. سيدنا علي اللي قال فيه النبي يوم غزوة خيبر قال لهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله الأجمل يفتح الله على يديه، ربي دير الفتح على يده، ربي دير الفتح على يده. ولهذا دائما الإنسان يدعي ربي أن يفتح الله على يديه، دائما تدعي ربي يفتح لك في وليداتك في أهلك في زوجتك في الخير، ربي دائما دعي ربي، قل اللهم افتح على يديه. النبي قال يفتح الله على يديه. يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله الكرام يقول فبتنا نتقلب ما رقدوش الصحابة، ما رقدوش النبي قال لهم هذا الكلام وافترقوا الصحابة، كل واحد يرقد في غزوة خيبر، كل واحد يروح لبلاصته. النبي سيدنا عمر قال بتنا نتقلب
كل يرجو أن يكون ذلك الرجل، كل واحد يتمنى. النبي قال رجل شد له، قال يحب الله ورسوله، بمعنى يحب ربي ويحب الرسول. أكثر من هذا يحبه، تفضل، يحبه الله ورسوله، ربي يحبه، شد له باللي ربي يحبه ورسول الله يحبه، شكون فضل عظيم. وزيد أكثر، قال يفتح الله على يديه، يفتح ربي عليه. ها، كنت مفتاح خيفة للدنيا، دايما نقول الخير وشي في الخير، سعى في الخير، هدر الخير، دايما نكون رد بالك، تكون انت مفتاح تاع شر، تاع فتنه، تاع بلاء، تاع منكر، تاع شر، رد بالك، كنت مفتاح يفتح الله على يديه. ها، يفتح ربي عز وجل عليك، انت من اسماء الله تعالى الفتاح، ان ربي يفتح عليك في الخير، دايما نسعى في الخير، دايما نقول الخير، دايما نطبع للخير، دايما نسعى هدف للخير، دايما كون انت مفتاح خير، رد بالك تكون مغلق مفتاح شر والعياذ بالله. قل قل او قصر، بمعنى كثر ولا قليل. شوفوا احباب رسول الله عليه الصلاه والسلام، سيدنا علي صبح في ذاك اليوم كان مريض برماد، مريض من عينيه، قبض رماد في عينه. الصحابة قعجوا، يقول سيدنا عمر يقول فلما أصبحنا وصلينا الصبح صرنا ننظر إلى وجوهنا، وجوهنا شاخصة إلى رسول الله. قعدنا النبي هدرنا له هكذا، مش يشوف النبي فينا قاعدين، قعوا له يديروا للنبي هكذا، قع راني هنا، راني هنايا. شوف أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم أين علي؟ علي كان في الخيمة، كان مريض، كان مريض من عينيه. قال لهم أين علي؟ سيدنا عثمان قالوا يا رسول الله إنه مريض أو مريض. قال لهم ائتوني به وحجبوه لي. جابوه لي يقاد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لما جابوا له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، تفل النبي، مسح النبي على عينيه، وتفل النبي على عينيه عليه الصلاة والسلام فبرئ. سيدنا المقداد في غزوة أحد، المقداد بن الأسود، النبي رد له عينه، أو النبي أول جراح في الدنيا، عينه طاحت قاع. سيدنا المقداد عينه قاع طاحت قاع يتينا، النبي رفدها، نزع ما فيها من الغبار وعاود ردها له، قال بسم الله وعاود ردها له صلى الله عليه وسلم. شوفوا محتاجين نعرفوا النبي تاعنا مليح، وشوفوا دلائل النبوة، الدلائل والعلامات والأمارات التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. شوفوا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول سيدنا علي يقول وكأني لم يكن بي شيء، شغل ما كان بي والو. ثم النبي طه الراية وقال له يا علي خذها واذهب ولا تستدر وما تدورش قاعدتينا، ما تدورش. لما مشى سيدنا علي تفكر باللي، قال له يا رسول الله، النبي قال له ما تدورش. سيدنا علي يمشي ويهدر مع النبي، قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما أقاتلهم؟ قال على حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي اللي في غزوة تبوك، سيدنا علي خرج مع النبي قاع في الغزوات، شارك في غزوات النبي كلهم، كان يلازم النبي ملازمة الظل عليه الصلاة والسلام، إلا غزوة واحدة ما خرجش فيها، غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي، غزوة تبوك، بعدها مات. بعد غزوة تبوك، هذه غزوة تبوك، النبي بثلاثة أشهر وأيام مات عليه الصلاة والسلام. في غزوة تبوك إلى الأردن، اللي الآن تبوك في الأردن، جاية تبوك في الأردن بين فلسطين والأردن. الشاهد النبي قال سيدنا علي، قال له أنت ما تخرجش، أنت قعد هنا، قعد، لأنه النبي أمره أنه يبقى. سيدنا علي بدأ يبكي، قال له يا علي، وحتى ربي ذكر حال الصحابة لما ما يخرجوش في الغزوة يبكيوا، حتى ربي قال في سورة التوبة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولو يبكيوا على ما عندهمش، قال لهم طريق النبي في غزوة سورة التوبة نزلت في تبوك، في غزوة تبوك قال لهم طريق بعيدة 1000 كيلومتر،
لو كان 20 لو كان 100 لو كان 200 كيلومتر نديكم تمشي وتداولوا، بصح 1000 كيلومتر اي جبده تروح تمشي 1000 كيلومتر جبده. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع، ماشي يبكي وبقوه وبغزاره، يفيض من الدمع يفيض تفيض من الدمع الا يجدوا ما ينفقون. منهم سيدنا علي، سيدنا علي ولا يبكي، النبي قال له على ما تبكي يا علي، على ما تبكي؟ قال له يا رسول الله تدعوني مع النساء والصبية والشيوخ. قال له ويذهب أبو بكر وعمر وعثمان بالجهاد والشهادة؟ قال له وانا تخليني مع النساء وذرابي وعجايز. تبسم النبي وقال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ سيدنا موسى كي راح يتكلم مع ربي عز وجل، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال له موسى كي راح ربي عز وجل تكلم مع الله عز وجل في طور سيناء خلها أخو هارون، قال له ألا ترضى أن تكون مني بمثابة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله الكرام، احنا نتكلم عن الرجال وما أدراك ما الرجال. ولهذا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تولى الخلافة، قبلها سيدنا علي دخل مرة المقابر أو المقبرة، دخل المقبرة رضي الله تعالى عنه وبدأ يتكلم مع أهل القبور، قال فأما سيدنا علي قال يقول للقبور يقول لهم فأما بيوتكم فقد سكنت، دياركم انسكنت، وأما أموالكم فقد قسمت، وأما أزواجكم فقد نكحت. ها بمعنى نساكم هاي تزوجت براجل واحد آخر وراي معها راجل واحد آخر تمتع ودارك ومالك انقسم وخلاص. شحال من واحد مات وتتفضل، شحال من واحد مات والدار الورثه باعوها خاطش ما كاش كيف يقسموها باعوها. قال لهم اما بيوتكم فقد سكنت، واما اموالكم فقد قسمت، واما ازواجكم فقد نكحت. فهذا ما عندنا، هذا وش اللي عندنا حنايا، فما عندكم؟ ثم قال والذي نفس علي بيده لو شاء الله لأنطقهم فقالوا إن خير الزاد التقوى. أفضل حاجة في القبر تديها معك للقبر تقوى الله. لهذا ربي قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لهذا الشافعي قال تزود من التقوى فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر. أفضل حاجة وأفضل زاد وأثقل زاد وأحسن زاد وأجمل زاد تديه معك للقبر تقوى الله عز وجل، تقوى تقوى. ولهذا أحباب رسول الله قال ولو شاء الذي نفس علي بيده لو أراد الله لقالوا إن خير الزاد التقوى، تقوى الله. لهذا أحباب رسول الله سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يرسل إلى عماله فيقول أوصيكم بتقوى الله الذي لا يقبل غيره ولا يجازي إلا عليه. ربي ما يقبلش غير التقوى وما يجازيش إلا على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. حب ربي يقبل منك لازم تكون من أهل التقوى. إنما يتقبل الله من المتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله الكرام تولى الخلافة بعد سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان، هو الخليفة الرابع، هو خليفة الرابع، تولى الخلافة بعد قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعن سيدنا وعن أصحاب رسول الله الكرام في السنة 35 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مات عثمان اليوم، غدا بويع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة. لما بويع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة وعن أصحاب رسول الله الكرام
سيدنا طلحة وسيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه بايعوا. بعد البيعة كانت السيدة عائشة أم المؤمنين كانت في مكة، ما كانتش في المدينة. البيعة بايع أهل المدينة من جملتهم طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما أجمعين، وهما أحد العشر المبشرين بالجنة. مشوا لمكة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وداوها معهم، وراحوا للبصرة يطالبون بدم عثمان، يطالبون بدم عثمان، بمعنى يحوسوا يأخذوا الثار من اللي قتلوا عثمان. اللي قتلوا عثمان كانوا 1000 واحد، كانوا 1000 واحد اللي قتلوا عثمان. قتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن صائما، وهو يقرأ القرآن صائما رضي الله تعالى عنه. قتل وداسوا على المصحف، الذين قتلوه داسوا على المصحف وعلى وجهه، وذبحوه كما تذبح الخراف، وطعنوه 10 طعنات بالسيف، وقال الذي طعنه 4 لله وشيء كان في نفسي، 4 نويت من ربي. عجيب. و6 طعنات قال عندي مع حسيفة، و6 لشيء كان في نفسي. بعد الحاجة بيني وبينه تحقد سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لما قتل كان يقرأ في سورة البقرة رضي الله تعالى عنه، وسال دمه على قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يقول علماء السير، يقول هذو الآلف اللي شاركوا في قتل عثمان ماتوا عن بكرة أبيهم، كلهم ماتوا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سيدنا عمر قتل، سميه شهيد المحراب، قتل في المحراب، طعن 6 طعنات. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه شهيد. لما سمع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه باللي الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة خرجوا وراحوا للبصرة، سيدنا علي خرج بجيش إلى العراق وباش يقاتل اللي قتلوا سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذه المعركة اللي عند علماء السير يسميها واقعة الجمل، واقعة الجمل، لأنه السيدة عائشة كانت فوق الجمل في الحرب هذه في العراق، كانت فوق الجمل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه، تسمى واقعة الجمل. وماتوا فيها 13,000 من الصحابة، 13,000 من الصحابة. باش نفهموا باللي خوتنا في غزة كم يموتوا، أهل الإسلام وأهل الدواء وأهل أمة النبي ماتوا على الإسلام قديما وحديثا، ومازالت الموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ولهذا 13,000 قتيل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعن أصحاب رسول الله الكرام. بعدها أحباب رسول الله وقع ما وقع، مانيش حاب نخوض فيه، لأن سيدنا سفيان بن سعيد الثوري يقول لا يجوز الخوض فيما جرى بين الصحابة، تلك دماء سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا. وقع ما وقع بينه وبين سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه. ونديروا نقطة، لما وقع الحرب بين سيدنا معاوية وكان من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه، سيدنا معاوية بين سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ملك الروم حب يغتنم الفرصة ويصطاد في الماء العكر كما الآن أعداء الإسلام. بعث رسالة بيضاء فيها الختم بك فيها الكراشي، ورقة بيضاء بعثها سيدنا معاوية بيضاء، قال له اطلب ما تشاء من المال والجندي والسلاح بشرط واحد بك. وشنو هو؟ قال له تحبس الفتوحات الإسلامية برك. سؤال بسيط، طلب بسيط، تحبس الفتوحات، تحبس سما، واش تملك دركيا تحبس سمايا ما تزيد والو. شوف لما كانوا الرجال رجال،
ما قالش باللي ايه عاوني باش نطيق عليه، لا لا، بعث له سيدنا معاويه عاود قلب رساله، واش قال له؟ قال له اي عدو الله، هذا صراع بيني وبين اخي، ها انا بيني وبين خويا، انت واش كلفك؟ هذا صراع بيني وبين اخي، ووالله لابعثن لك بجيش قائده علي وانا جندي من جنوده. احنا نقدروا دوكا هكذا كنشوفوا دول عربيه كيفها، ها كيف تعاون في الكيان الصهيوني باش يضربوا خاوتنا ويقتلوا خاوتنا، تتعجب نتعجبوا. كنشوفوا دول عربيه ودول اسلاميه كيف تعاون في الكيان الصهيوني، كيف تخلص الجندي الصهيوني، الجندي الصهيوني اللي يموت تخلصوا، تتعجب. دول اسلاميه كتشوف دول عربيه كيف تدي التفاح والبنان للكيان الصهيوني وللجنود الاسرائيليين، وكتولي في غزه يلوحوا لهم في البحر مسمه بالطياره في البحر، تتعجب. كتشوف دول الطوق، تسمى دول الطوق، اللي راهي مجاوره فلسطين. فلسطين احتلت في 1948 1948 بمعنى لا مجاورينها، ماشي المانيا، ماشي بريطانيا، ماشي سويسرا، ماشي الولايات المتحده، ها ماشي الاتحاد الاوروبي، لا لا مجاورين، دول اسلاميه عربيه، مصر، الاردن، لبنان، وسوريا، كلهم دول عربيه مسلمه. كيف ما قدرناش نحرروا فلسطين مجاورينها دول عربيه، دول عربيه هي اللي مجاوره فلسطين، شيء عجيب. لو كان المانيا وقال الاتحاد راه هي في وسط الاتحاد، قال لي ودي ما نقدروش خاطش المجال الجوي وخاطش الحدود وخاطش الله غالب، ما نقدروش. قال ما نقدروش المانيا ما تقبلناش نعقبوا باش نروحوا فلسطين. يا دول عربيه خوتنا الان كي راهم يجوعوا، راهم يموتوا جوعا وقهرا وذبحا وتقتيلا، دول عربيه هي اللي مجاورتهم، دول عربيه، دول عربية ودول إسلامية يتعاون في الكيان الصهيوني. دول إسلامية لما مات السنوار، يحيى السنوار، ولما مات هانية داروا حفلات، حفلات عجيب. شوف الرجولة وشوف الرجال. سيدنا معاوية يقول الملك الروم أراد أن يصطاد في الماء العكر، حب يغتنم الفرصة، ها انه يدخل بين الاخ واخوه. سيدنا معاويه ما قالوش ايه عاوني عليه، لا قال له هذا صراع بيني وبين اخي، هذا خويا، ها انت واش كلفك، انت واش دخلك، هذا خويا ويبقى خويا. الخلاف والاختلاف لا يفسد للقضيه ودا، ما الضيم ان نختلف ونبقى اخوانا ونروح نجيو ليها. ولهذا سيدنا معاويه قال له والله لا أرسلن ولا أبعثن لك بجيش أول قائده علي، قائد تاعو علي، وأنا جندي من جنوده. هذه الأخوة، هذه الرجولة، هذا هو الجيل، جيل الرجولة، جيل اختصموا صعدوا خاوة. شوفوا أحباب رسول الله، سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، سيدنا علي حبوا قالوا نديروا التحكيم، ها قالوا نحتكم، نحبسوا هذا الصراع، احنا أمة الإسلام أمة واحدة ونحتكموا. خوتنا في فلسطين بين المقاومة وحماس وبين الضفة الغربية، ها الكيان الصهيوني ما يخليهمش يتفاهموا، ماذا بهم كاع ما يتفاهموش، وماذا بهم الأمة العربية ما تتفاهموش كاع، وماذا بهم العرب كاع يقعدوا متفاتنين وكاع يقعدوا متقاتلين. علاه؟ لأنهم هم استقوا من ضعفنا واستقوا من تفرقنا ومن تمزقنا. سيدنا معاوية طرح واحد القضية تسمى قضية التحكيم، أنا نتكلم باختصار مانيش حاب نغوص. قضية التحكيم قالوا نحكم كتاب الله بيننا،
سيدنا علي قبل قال له واحد من عندكم واحد من عندنا، من عند سيدنا علي أبو موسى الأشعري ومن عند سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمرو بن العاص. هنايا بدات القوة العظمى، بدات قوة النفاق اللي ماذا بهم قاع ما نتفاهموش وقاع ما نتحدوش، وركبونا في عصاننا وحد الله وحد القاعدة بعفلك سوهنا. اتفق العرب على ألا يتفقوا، على ما نتفقوش، لنا رب واحد، قبلة واحدة، نبي واحد، قرآن واحد، دين واحد، تشهد واحد، صلاة واحدة، زكاة واحدة، حج واحد. على بصح أنا ما نتفرق، على أنا متفرقين، على ما نش متحدين، على النصارى بمعنى هم الدين النصراني متفرقين في الدين اليهودي، اليهود بمعنى هم الداخل متفرقين، هم الداخل متفرقين. اليهود ربي عز وجل قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لم يقاتلوا الجنود اللي كل واحد منين جايبينه، مرتزقة كل واحد من جايبينه. احنا علاه ما اتحدناش، علاه ما اتفقناش؟ دخلوا نفهموا علاه. ماذا بهم قاع ما نتفقوش؟ ماذا بهم الدول العربية والدول الإسلامية تقعد قاع متفرقين، يقعدوا قاعدين متمزقين كأيدي سبع. لما سيدنا علي وسيدنا معاوية يحبوا يتفاهموا ويخرجوا بكلمة سواء، هنا يجتمعوا ومن قلعوا الخوارج. هنا قلعوا الخوارج اللي قالوا إنما الحكم لله وحده ولا نحكم الرجال. هنا بدأوا الخوارج، خرجوا عن طاعة علي، سموا خوارج لأنهم خرجوا عن طاعة علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا أحباب رسول الله وش داروا أهل المؤامرات؟ اجتمع ثلاثة رجال اجتمعوا، اللي هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعائن الله، ورجل يقال له البراك ابن عبد الله التميمي، ورجل يقال له عمرو بن بكير التميمي. هذو الثلاثة اجتمعوا في مكة وعزموا وأجمعوا واتفقوا على قتل الثلاثة. قالوا لازم نقتلوا ثلاثة الرؤوس، وشنو؟ قالوا يجب علينا قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، لازم نقتلوا هذو الثلاثة. علاه؟ خدش الحرب راح تعبس، راح يتفاهموا، راح يتفقوا، لازم ما يتفقوش، لازم احنا أقوياء من الاختلاف تاعهم. الأسد لما حب ياكل العجمي واش دار؟ فرقهم، راح ثلاثة عجمي كحل وعجمي بيض وعجمي صفر، راح للعجمي الصفر، قال له اسمع، قال له أنا هذاك العجمي الأبيض هذا، قال له يخزر فيا خزرة عيانة وكذا، قال له شوف أنا حنا كلو أنت خويا كي بكري كي اليوم، وروح للعجمي الصفر قال له أنت كيف كي بكري كي اليوم، قال له أنا حنا ناكل هكذا أنت ما تدخلش روحك كلاه، زاد يا مات واحد الأصفر، قال له اسمع، قال له هذاك العجمي الابيض واش بيما واش عجبو الحال وكذا يغزو فيا طرافيس وقالت منا تاك نورمال هو ما احنا ناكلو انت ما تدخلش روحك كلاه، زاد يا مات وزاد راح الابيض ياكلو، قال له راك عارف علاش جيت ليك؟ قال له مانيش عارف، قال له جيت ناكلك، قال له راك عارف وانت كليتني؟ قال له وين انت؟ قال له يوم اكلت الثور الاصفر، نهار اللي خليتك كليت خويا الاصفر ولك حل كليتني نايا. ولهذا شوفوا الثلاثة لما شافوا بالله يتفقوا، لازم ما يتفقوش، لازم تقعد بيناتهم مخلطة، شياطين الإنس وشياطين الجن لازم تقعد بيناتهم مخلطة. ولهذا القاعدة فرق تسد. احنا فرقونا 22 دولة عربية، 15 جمهورية، 7 أمراء، الأمير الفلاني والأمير الفلاني، صح وراء القضية الكبرى قضية المسجد الأقصى وراء ما كانش 400 مليون عربي قضية فلسطين وراء في 400
الشيخ محمد الغزالي أكرمكم الله يقول له ماشي رصاصة رصاصة، يقول له كان بسقة بسقة نغرقوهم في طوفان تاع بزاف، بسقة بسقة 400 مليون يبسقوا كاع بسقة بسقة في وقت واحد، اليهود يغرقوا في طوفان بحر يولي عندهم بحر تاع بزاف يغرقوا يموتوا كاع غير بزاف يموتوا. احنا ما قدرناش، احنا ما قدرناش 100 ألف، درنا 500 وجبة، درنا 1000 وجبة ما قدرناش نديوها، 100 ألف ما قدرنا لهاش، جاتنا واعرة، جاتنا بزاف، ها جاتنا بزاف. شري تليفون تاع 20 مليون ها 16 برو ماكس هذاك شحال يسوى؟ 35 مليون يشريه وما كانش، ما كانش اللي يقولوا ما كانش او ناقص شوية او ناقص، ها ما قدرناش ونورمال، ها نورمال. شري طوموبيل ما نقولوا حرامه، شري طوموبيل 500 مليون وتشوفوا لا ميزون دير لا كوموند، وتشوفوا لا ميزون تشوفوا ها لا كوموند ما لحقوش بلا كوموند، تقول له 100 ألف يا جدك خوتنا وميموتوا، خوتك وميموتوا. انما المؤمنون اخوه، انما النبي قال والله لن يؤمن. الصحابة راوي الحديث ها قال لك اصفرت وجوهنا، وجوههم اصفروا، النبي ويحلف اللي والله ما والله ما مؤمن، والله ما فيه الإيمان ولا ريحة الإيمان. النبي يقول تفضل، والله لن يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قد خاب وخسر. قال من بات شبعانا وجاره جائع وهو يدري. احنا شعب أو جيعان وانا نشوفه ماشي جار، يا الشعب زوج ملايين ام جام يموتوا بالشر، زوج ملايين خوتنا في غزة وفي أرض العزة ها راهم يصوموا نهار، راهم دوكا دخلوا صيام داود عليه السلام، ولاو يصوموا نهار وياكلوا نهار، نهار ما ياكلوش ونهار ولاو ياكلوا نهار بنهار. علاه؟ خاطر الدراري صغار باش يعطيو الدراري صغار ياكلوا. خوتنا في غزة هذوك الرجالة هذوك سقساوهم ها، خوتنا في غزة يولدوا بزاف، خوتنا في غزة ماشي يجيبوا واحد وزوج، قال لك يولدوا بالعشرة و12. سقساوهم قالوا لهم انتم على تولدوا بزاف، انتم في الحرب وانتم محاصرين ها، كيف انتم في غزة محاصرين 17 سنة محاصرين، انت ما لقيتش واش توكل لولادك وتجيب 12 طفل، شغل انورمال انورمال ولا ماشي انورمال؟ انورمال. راكم عارفين علاه يولدوا بزاف 10 و12 و13؟ راكم عارفين علاه؟ قال لهم باش لا اسرائيل الكيان الصهيوني، قالوا الا قتل منا 6 يقعدوا 6 يدافعوا عن الاقصى، وإلا قتلوا منا 10 يقعدوا زوج يدافعوا عن الاقصى، الا قتلوا منا 11 يقعد واحد يدافع عن الاقصى. نولدوا باش نخليو دائما اللي يدافع عن الاقصى، واللي يدافع عن اول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، واللي يدافع على امه الاسلام وعرض الاسلام وعرض امه الاسلام. نواصلوا بعد الاذان.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، ما بعد. نحن نتكلم عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قلنا هناك في أمة الإسلام وفي أمة الكفر. في أمة الكفر ماذا بهم؟ نقعد دائما على الخلاف ونقعد مختلفين، ونجحوا إلى حد بعيد، لما تشوف الخلاف في أمة الإسلام الاختلاف تتعجب، ولهذا هذو الثلاثة، عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه لعائن الله، والبراك بن عمرو التميمي، وعمر بن بكير التميمي، هذو الثلاثة اتفقوا على أن يقتلوا الثلاثة، سيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص، على حتى يربكوا الأمة، علاها الكيان الصهيوني علاه يقتل في القادة في المقاومة، علاه الراس إسماعيل هانية قال رحمة الله عليه، قال واحد الجملة، قال هذه أمة أمة ولادة، قال إذا مات سيد قام سيد، هذه الأمة تلد القادة، تلد الزعماء، تلد الشرفاء، كما الجزائر ولدتنا العربي بن مهيدي، بيجار جنرال بيجار، محتاجين أولادنا يفهموا، أولادنا يقراوا، جنرال بيجار سلخ العربي بالمهيدي، سلخ الوتشو وهو حي، وقال له كان لعندي ثلاثة كما العربي بالمهيدي نفتح الدنيا بهم، الدنيا نفتحها بهم. لهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام وداروا يوم عجيب، داروا يوم باش يقتلوا فيه الثلاثة. وكعرفين شنو هو اليوم هذا؟ يوم الجمعة 17 رمضان، 17 رمضان واش تمثل؟ غزوة بدر، وكانت يوم الجمعة، اختاروا الوقت بدقة باش نفهموا باللي أعداء الإسلام ماهمش راقدين، لازم أولادنا يفهموا. لما نشوف أولادنا هذو، لما نشوفوا في أني نشوف التلفزيون وانتم قاعد تشوفوا قناطير مقنطرة من الكاشيات من الصاروخ، غير كما قبضوا في نص مليون حبة من جد بالسكرة، الملايين القناطير مقنطرة، الكلب المعالج كذا، باش نفهموا علاه باش يهبلوا لنا أولادنا ويضيعوا لنا أولادنا ويضيعوا لنا شبابنا، شباب الإسلام، شباب الإسلام. لازم نفهموا بلي أعداء الإسلام هم يخطوا والكيان الصهيوني أو يخطط، ماهوش يخطط الغزة برك، لا أو يخطط دولة إسرائيل الكبرى، من النيل إلى الفرات ومن الأرز إلى النخيل، من النيل من مصر للعراق، ومن الأرز من لبنان، علاهم يضربوا في لبنان بالضبط، من الأرز إلى 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 النخيل، وين النخيل وين جاية؟ المدينة خيبر، اليهود النبي من أجلهم، من المدينة، قالوا لازم نعاودوا نوليو للمدينة، لازم نعاودوا نوليو لبلادنا ورزقنا، محمد خرجنا احنا نعاودوا نوليو، ولو يقولوا في المسجد الأقصى خيبر محمد خلف بنات. لهذا محتاجين نفهموا أم يخطوا هذو الثلاثة، ثلاثة بر، أم يخطوا باش يقتلوا الرؤوس واتفقوا، ونجح واحد من الثلاثة، نجح واحد اللي هو عبد الرحمن بن ملجم التميمي، قتل سيدنا علي قبل في الليلة اللي قتل سيدنا علي 14 رمضان 40، سيدنا علي قتل كان في عمره 63 سنة، على عمر رسول الله، على عمر النبي. سيدنا أبو بكر مات على عمر رسول الله، وسيدنا عمر مات على عمر رسول الله، وسيدنا علي مات على عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل يوم الجمعة في يوم الخميس سيدنا الحسين يقول قال لي أبي اللي هو سيدنا علي، قال لقد رأيت رسول الله في المنام، كما سيدنا عثمان شاف النبي ليلة قبل شاف سيدنا النبي، قال لقد رأيت رسول الله في المنام، وقلت يا رسول الله هل رأيت ما فعلت أمتك بي؟ أكتش الأمة تاعك واش دارت لي؟ فقال له النبي ادعو عليهم، في المنام النبي قال ادعو عليهم،
يقول سيدنا علي، يقول سيدنا الحسين يقول: فقال علي: فقلت: اللهم أبدني خيرا منهم، اللهم أبدني خيرا منهم، خير منهم. جاء رجل إلى سيدنا، إلى سيدنا علي، قال له: يا علي، قال له: على في زمن أبو بكر وعمر ما كانش كاين الفتنة، وفي الزمن تاعك كاين الفتنة. قال له: كان أبو بكر وعمر يحكمون كمثلي وأنا أحكم كمثلك، ماكش عارف. قال له: أبو بكر وعمر كانوا يحكموا في الناس كما نايا. قال له: وأنا نحكم في الناس كما نتايا، كما نتا. ولهذا أحباب رسول الله قال سيدنا عثمان، سيدنا علي دعا قال: اللهم أبدل، اللهم أبدلني خيرا منهم وأبدلهم شرا مني، وجيب لهم اللي شر مني يا ربي. ولهذا سيدنا عمار بن ياسر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي، أتدري من أشقى الأولين والآخرين؟ أتدري من أشقى الأولين والآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اثنان زوج، أحيمر الذي عقر الناقة واسمه سالف بن قدار، هذا أشقى الأول، حتى ربي قال: إذ انبعث أشقاها، ربي سماه شاقي، ها ساق شاقي، عيطوا شكون ربي عز وجل قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. حوسوا على العداسي مبلص اللي ما يحشمش، اللي وتشو غاسلوا بالنجاسة، اللي زعما هو يخافش، هو يهدر، هو عنده جرأة. ها كاين، ما احنا ما نفرقوش بين السفاهة والحماقة والوقاحة، ها ما نفرقوش بيناتهم. معنى هو ما يحشمش، هو يهضر، هو وتشو صحيح، هو ما يحشمش، هو ربي نحل النور والحيام الوتشو، ما يحشمش، هو ما يستحيش. شكون اللي ما يستحيش نعيطوا له؟ هو اللي يهضر مبلص عداسي. شكون ايه، عيطوا سالف بن قضاء، عيطوا له. ربي قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. اي تشو انت ما تحشمش، نتايا انت المشاريع عندك مكسره، نتايا انت للقدام، نتايا انت ما عندكش عليه من تحشم، نتايا انت ما تخافش ربي، نتايا عيطوا له. قالوا له: انت عقرنا الناقه وعقرها. قالوا: هم أحيمر الذي عقر ناقة ثمود، سالف بن قدار عليه لعنة الله. قالوا: والذي يقتلك يا علي؟ قالوا: اللي يقتلك. سيدنا علي قبل ما يموت النبي كان عارف بالله حيموت مقتول. قالوا: الذي يقتلك؟ رضي الله تعالى عنه وعن سيد وعن أصحاب رسول الله الكرام. دي نقطة، ها، لأنه القصة كيف نقتل سيدنا علي، تخطيط. شوفوا باش نشوفوا باللي يودي أعداء الإسلام هم يخطونا، مش راقدين كما أنا راقدين حنايا، ها لا. ولهذا محتاجين نقراو هذا الكتاب بروتوكول صهيون، شوفوا الكيان الصهيوني وشو يخطط لنا، شوفوا اعداء الاسلام، كاين مخابر عالميه ومخابرات عالميه، ها يتخطط الامه الاسلام، وتخطط الامه القران، تخطط كيف تدمرها وتسلخها عن قيمها وعن اخلاقها وعن هويتها وعن اصالتها. نسال الله السلامه والعافيه احباب رسول الله، احباب رسول الله. احنا درنا تعالي تاع 1000 وجبه، ما قدرناش، مشكل. ان شاء الله نقدروا في جهه واحده اخرى. شوف خوتنا في غزه، والله الشهاده، عيطوا لنا ناس من غزه عندهم البرد بزاف، كي تتغطى وتروح للدار وتشعل الشطبان وشو دياره وقعيتينا، تفكر وفورنو تفكر باللي عندك خوتك في غزه ومن العراق، باللي كاين الصهيوني دمر كلش، دمر كلش. احباب رسول الله، خوتنا اما الكوفيرطات اما يقطعوهم ويديروهم تريكوات من البرد بزاف، برد ام للعرى للشتا، ما كانش. ولهذا مشروع تخيمه تأوي 4.5 ملايين، قدرك ربي شغل واحد تشيل له دار في غزه، تأوي ناس، ربي يأويك، ها ربي يدخلك للجنه، جنه النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذو خاوتنا من العرى ومن البرد ومن الشتاء ومن الجوع، ما نسمحوش في خاوتنا. النبي قال: انصر اخاك، انما المؤمنون اخوه. ام للبرد، شوفوا احنا عندنا البرد، هما عندهم البرد 10 اضعاف كثر منا. ولهذا ما ننساوش خاوتنا،
ما نتخلوش على خاوتنا بالقليل بالكثير. المهم شارك، المهم دير حاجة، المهم قدم حاجة. رانا نتكلموا سيدنا علي على جال مات، على جال الإسلام، سيدنا عمر وسيدنا عثمان على جال الإسلام. انت ما تموتش يا سيدي، اقعد حي بصح غير عاون، عاون بالقليل ولا بالكثير، عاون ما تنساش خاوتك، عاون. هذه التجارة مع الله عز وجل، راح التجارة مع الله ماشي مع فلان ومع علان، مع الله عز وجل. ونقول لكم الأموال راهي توصل يقينا بإذن الله. هذو الأيام هذو نجيب لكم تشوفوا كاع الأموال، بمعنى بالدطاش نجيب لكم الدطاش وانا تشوفوا كاع يتينا. خلينا من المشككين اللي يودي وقيل كيف منا كاين اللي ما يموت من بعيد كفن، ما يعاون ما والو، قاعد غير يثبط، غير يعيي، قاعد يولي غير النور. حتى الثوره الجزائريه، الثوره الجزائريه كانوا عند هذو الناس هذو اللي كانوا كيف انت بالمكحله، هو بالطياره وبالنابال انت تغلب. كانوا هذو حتى في الثوره كانوا وما يخلصوش، هذو المثبطين قاعد غير يكسر، ها ينقل عنده غير انتقاد الهدام ماشي البناء، غير انتقاد الهدام. الناس تموت هو ينتقد، الناس تموت هو يكعر، الناس تموت هو يقعد غير كيف يحوس كيف يدير يلقى في السبايب. عاوننا بسكاتك يا سيدي، عاوننا. ها اذا ما قدرتش تكون اسد ما لا لا تعوي على اهل الحق ولا لي ولا لي يخدموا. ان شاء الله ربي كاكينا، ان شاء الله ربي يبصرنا ان شاء الله تعالى. احنا نتكلموا على الناس، شحال لقيتوا اليوم في الصندوق؟ شحال؟ مليون و36000. مليون و36000. شو عندنا قريب شهر ونص محلينا الصندوق، مليون و36000. لامبا هاي كان حرقتها 175000. شو شحال كاين في الجامعة من لامبا في بيت وضوء برا؟ مليون و36000. شو شهر ونص قلنا له كان كل واحد يعطي 5000. 5000 اقصدنا انسان، الحمد لله قصدت انسان ومشي منا. كاع نقول لكم حاجه، الناس اللي يتعاون في المسجد هذا 99.99 ماشي منا، ماشي كاع منايا. قلنا يا جور تاع الجامع كاع واش ياكل الجامع هذا كاع اكثر من 70000. قلنا كاع عليا، بمعنى اكثر من 175 مليون، اكثر واحد 200 مليون. قلنا كاع ليا نحيو الياجور، نحيوه كاع ما نجيبو كاع يتينا، بالك السمانه الجايه يبدا يجيب. وكاين اللي يقعد غير يعقل، ما يموت ما يتبع الكفن. تا يا طاجين الحوت ما طيب ما ناكلو، يقعد غير يكعرر، يقعد غير منايا. شوفوا احباب رسول الله كيف عين، نشريو عين 80000 للعين. قلت لكم 5000، 5000 في الشهر، 5000 في السمانة. حط 5000 يا سيدي، ما قدرتش تحط 5000. مشكل رانا، مشكل ها مشكل رانا، مصيبة والله رانا مصيبة. إن شاء الله ربي كاكينا، وإن شاء الله ربي يبصرنا، وإن شاء الله ربي يهدينا، إن شاء الله يا ربي نسأل الله السلامة والعافية. خاوتنا مضرورين في غزة، خاوتنا في غزة مضرورين. هذا بيت الله ربي يجيب له اللي يبنيه. خاوتنا في غزة مضرورين، أمضوين بالبرد، أمضوين بالشر، أمضوين بالجوع، أمضوين كاع في جميع النواحي. ما تنساوش والله ربي سقسينا وانا والله ربي سقسينا وربي سقسينا. اللهم شهد اني قد بلغت، اللهم شهد اني قد بلغت، اللهم شهد اني قد بلغت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.